معالي الوزير احمد حلمي الهيثمي. معالي الوزير اهلا بك. معالي الوزير اهلا وسهلا، اهلا بك في برنامج ابن الوطن. اهلا وسهلا، طيبين وانت طيب يا فندم. معالي الوزير، احنا بنتكلم اولويات الدوله المصريه في المرحله الراهنه. ايوه، من وجهه نظرك يا فندم، ايه اهم اولويات الدوله في المرحله الراهنه لبناء مستقبل مشرق لمصر والمصريين؟ هو الحقيقه ان القوات المسلحه تعتبر، يعني عشان من ابنائها، يعني فتعتبر عامله نظام، وكان النظام ده متبع بعد ثوره 52 لجميع الهيئات والمؤسسات، يعني اللي هو بناء الهرم. قاعده الهرم عباره عن الموظفين المدرسين، بحيث ان احنا نعمل دورات معينه، نصلي مثلا مدرس يبقى مدرس اول، وبعدين يبقى مدير مدرسه، وبعدين عشان يوصل مدير المدرسه الثانوي يبقى لازم يدخل في نظام الاكاديميه زي بالظبط نظام القوات المسلحه. قمه الهرم هو ده يرجع يتفعل، يعني هذا النظام يتفعل في جميع الاجهزه، اللي هو لازم نتمسك بموضوع ان لازم يكون في هرم اداري وظيفي. تمام. يبقى هنا الادفع بياخد هو الخطوه اللي فوق، يعني الادفع اللي بياخد دوره وينجح وكفاءه، فبياخد هو بقى بيبان بقى اللي هو فعلا يستاهل ياخد ايه لغايه ما يوصل قمه الهرم. هي دي، يبقى كده ده النظام اللي هو الهرمي. الحاجه الثانيه الاسلوب العلمي في حل الازمه او اي حاجه، فلازم برضه يبقى عند في توعيه لكل اللي عاملين ان هو ازاي يعمل بالاسلوب العلمي. الموضوع ده انا طبعا عملته، انا مدير كليه الضباط الاحتياط، والضباط الاحتياط كان بيجوا بعد الجامعه، وكنت بديهم القياده الاقلاعيه، وكنت بعلمهم النظام بحيث ان هو كان عنده وعي كامل، فبيدخل جوه الترس بتاع القوات المسلحه، وده كان سبب من النجاحات في اي مكان ده كده. يعني الاسلوب العلمي ده موجود في جميع الدول، بس المهم يتفعل، وهو ده اللي يخلي اي حاجه تبان بقى، التنميه الاقتصاديه، الفاسد يظهر، يعني لازم ناكد على النظام الهرمي وعلى الاسلوب العلمي، عشان الاسلوب العلمي بيعمل كل حاجه، يعني بتحضر موقفك كويس، بتدرس المشكله كويس من جميع الجوانب، وبعدين بتعمل احتمالات البدائل وتختار البديل المناسب. لو درست الموضوع دراسه كامله في الحاله دي لازم يحصل نجاح للعمل، يعني. تمام يا فندم. وطبعا المجلس العربي الافريقي اتفضل، يعني فعلا احنا يعني عمل عشان كده فتره بسيطه جدا، وبدا يظهر ويظهر نتائجه، يظهر نتائج كويسه قوي، ان هو كل المشتركين في المجلس دول ناس وطنيين ومتطوعين، يعني مش ما فيش مرتب ما فيش كذا، لكن كلهم جايين بحب مصر ان هم يخدموا جميع. هي مصر حاليا دلوقتي محتاجه فعلا من كل ابناء مصر ان هي تتكاتف لبناء مصر المستقبل، يعني دي حقيقة، دي حقيقة اتعملت في هذا المجلس، ورئيس المجلس راجل محترم جدا، وطني، عشان هو عروبي، يعني هو تربية، يعني تمام يا فندم، الزعيم جمال عبد الناصر اللي هو العروبة، فهو راجل بيحب مصر جدا، ولا مصر هي المنطقة كله، وهي فعلا لما نبدأ منها هنجمع كل العرب والافريقي وكله. فانا بشكر الدكتور عماد الدين عشان هو ليه دور كبير الحقيقه. الدكتور عماد الدين محمود يعني هو كان له دور كبير قوي، وهو فعلا رمز للوطنيه ورمز للانتماء ورمز للناس الشرفاء اللي بيحبوا البلد دي بجد. هو اللي فعلا اتحرك في قناه العاصمه، بشكرها، اتحرك في الحياه، وصل ال سي سي، فانا بشكر كل اللي قدامه، بشكر طبعا القنوات اللي هو اتكلم فيها عشان يبين يعني ايه المجلس العربي الافريقي. لكن انا اقول حاجه ثانيه برضه. اتفضل يا وزير. الوزير صبري العدوي ده من الرجال برضه اللي هم قيادي محترم،
طبعا هو الدكتور عماد اللي حول الموضوع بدل ما بقى مجلس عربي افريقي برئاسه السفير المحترم اللي هو عماد جنابي ان هم حولوه بقى دولي كمان. يعني هو دلوقتي حتى المؤتمر اللي هتعمل باذن الله مؤتمر عربي افريقي دولي يعني فيه، وحتى الان شركه ايطاليا بمشروع كبير وفي 6 مشروعات الحمد لله وقعوا داخل يعني يعتبر خلاص دخلوا في التنفيذ وفيها مصانع يعني كويسه زي السيارات والطاقه. ف يعني ايه اللي تم فعلا التحرك السريع، وبعدين خدنا دروس مستفاده طبعا من المؤتمرات الاقتصاديه السابقه واللي اتعملت في دول العالم كله، بحيث ان احنا باذن الله مصرين على ان ينجح هذا المؤتمر. وفعلا في بوادر دلوقتي نجاح ان عملنا يعتبر مؤتمرات افتتاحيه مؤتمرات تنسيق، والميزه ان كل المجلس يعتبر داخل مع القياده بتاعت المجلس على الكيس وعلى الواتساب وعلى بحيث ان كل الافكار بتتجاه على طول في المجموعه اللي هي يعني اكيد المؤتمر اللي هم في جميع الدول العالم، لكن بنعمل احنا بنزيع البيانات كلها وجميع بحيث ان كله يبقى ماشي في الخط. وده يعتبر فعلا يعني حاجه ايجابيه مش كلام، لا ده كذا. وباذن الله انا متوقع ان ينجح هذا المؤتمر باذن الله. بنتمنى جميعا التوفيق يا معالي الوزير، بنتمنى جميعا التوفيق للمجلس العربي الافريقي. بتوجه ليك بالشكر معالي الوزير احمد حلمي الهاتني محافظ مطروح السابق. مع المستشار يعني انت شايف ان المرحلة الراهنة هي معتمدة على التوعية والتثقيف.